بين العزل أو التوبيخ والمساءلة يتأرجح مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيام ولايته الأخيرة. الديمقراطيون لا تتوقف مساعيهم بهدف عزل ترامب ومساءلته. قد لا يسعفهم الوقت، ولكن يبقى المسعى الديمقراطي قائماً لتحميل ترامب مسؤولية أحداث اقتحام الكونغرس حتى ولو بعد انتهاء ولايته. على الجانب الآخر، يتحفظ الجمهوريون على مساءلة العزل مكتفين بخيار التوبيخ فحسب. وفي هذه الأثناء دخلت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة طوارئ وتستعد لإغلاق كامل مع اقتراب موعد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الكابيتل يوم 20 من الشهر الجاري. نحو 10,000 عنصر من الحرس الوطني تستعد وزارة الدفاع لنشرهم في واشنطن يوم 20 من الجاري، بهدف مساعدة السلطات الأمنية خلال إجراءات حماية مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد توافر معلومات من وزارة الأمن الداخلي والإف بي آي بأن مجموعات إرهابية داخلية تسعى إلى القيام بأعمال عنف. ما رأيناه بحسب تقارير أمنية هو تحرك لمجموعات إرهابية داخلية قريبا، من المحتمل أن تترافق مع قيام ترامب بتجييش أنصاره الذين قد يلجؤون إلى العنف. هؤلاء أناس خطيرون ويشكلون تهديدا حقيقيا. تأتي هذه الخطوة بناء على طلب عمدة العاصمة والكونغرس بإرسال تعزيزات إضافية لحماية المباني الفيدرالية وفي مقدمها الكابيتول، وإن تطلب ذلك إغلاقا شبه كامل على مداخل واشنطن وطرقاتها من ناحيتي فيرجينيا وماريلاند. سيكون حدثا أمنيا كبيرا في الكابيتول بحضور الرئيس المنتخب وأعضاء إدارته وجميع أعضاء الكونغرس، لذا علينا أن نتأكد أن عملية حمايته ستكون ناجحة ومن دون إخفاقات. وستضاف إلى تعزيزات الحرس الوطني وحدات شرطة العاصمة التي أعلنت التعبئة العامة في صفوفها، والتي ستلقى أيضا دعم وحدات تابعة لوزارتي العدل والأمن الداخلي، وتحديدا وكالة إدارة الطوارئ. هو حدث أمني كبير بامتياز، وسيتم التعامل معه كما لو كان مباراة كرة قدم مفتوحة والتي قد يحضرها مئات آلاف الأشخاص. وبحسب المعلومات الأمنية، فإن فرق الشرطة والحرس الوطني ستؤازرها وحدات متخصصة بالتدخل السريع وتفكيك العبوات الناسفة والتفاوض على إطلاق الرهائن. لن يبقى جهاز أمني إلا وسيشارك في عملية حماية مراسم التنصيب، والتي سيصل عدد عناصرها والعاملين في دوائرها إلى نحو 15,000. طبعا العاصمة ستكون آمنة، إلا أن الأنظار بدأت تتجه إلى مدن وولايات أخرى قد تشهد بدورها اضطرابات أمنية. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن. ونناقش تطورات الساعات الأخيرة في الولايات المتحدة مع ضيفانا الليلة من تكساس الخبير الاستراتيجي الجمهوري هال لامبرت، ومن واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كيفن شافوس. أهلا بكما معنا إلى هذا الحوار. سيد كيفن، أبدأ معك. على ما يبدو التطورات السياسية والأمنية بالفعل قوية جدا خلال الساعات الماضية. تابعنا هذا التقرير من فريق العمل في الولايات المتحدة يشير إلى التحضيرات ليوم التنصيب. الرئيس ترامب قبل ساعات من الآن ظهر أمام كاميرات ليقول أنه تحرك مجلس النواب لمحاكمته أمر سخيف للغاية. بالتالي ما الذي يجعل الديمقراطيين رغم كل هذه المخاطر المحيطة بالأيام الأخيرة المتبقية من عهد ترامب مصرون على تمرير ما يريدون، عزل الرئيس؟
بكل تأكيد ينبغي عزله، فهو يستأهل ذلك لأن كلماته وتغريداته خلال الأشهر الماضية قد ألهمت أنصاره لأن يقودوا تمردا، والذي قاموا به كان ذلك يوما مأساويا للولايات المتحدة ودعموه. قال لهم اذهبوا إلى الكابيتول، وقال لهم وغرد قبل ذلك بأنه سيكون هناك مسيرة كبرى تجاه الكابيتول. إذن هذا كان شيئا مخططا له، وطبعا وضع حياة الناس في خطر. لم يجعل فقط حياة المسؤولين الأمنيين في خطر، ولكن العديد منهم كانوا طبعا لم يكونوا يلبسون مثلا الأقنعة بسبب كورونا، والآن أحدهم أصيب بالكورونا. إذن لقد قاد تمردا وأصبح أيضا ينقل الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر ينبغي التعامل معه من قبل الكونغرس. لديه طبعا أسبوع فقط، ففي 20 يناير سيذهب بغض النظر عن ذلك، ولكن علينا أن نرسل رسالة إلى الرؤساء في المستقبل بأنكم لن نصمت إذا هاجم طبعا أنصاركم الكابيتول هيل، ولم نرى هذا منذ القرن 19 أو بداية القرن 19. أعتقد بأن إرثه قد تضرر كثيرا علينا. وأيضا هناك أيضا مشرعون جمهوريون الذين دعموه في السابق، أعتقد بأنهم ينبغي أن يعزلوا أيضا، حيث إنه كمتواطئين معه. سنكون بانتظار ما الذي سيخرج عن هذه الجلسة، وسنعود لنتحدث معك سيد كيفن عن أهميتها اليوم، وإن كان بالفعل مايك بنس نائب الرئيس سيتخذ القرار من خلال هذا التعديل. سيد هال، أهلا بك معنا أيضا في هذا الحوار. الرئيس ترامب يحذر من هذه المحاكمة القانونية اللي أشار إليها في كلمته اليوم، يقول إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة. أليس في ذلك تهديداً مباشراً؟ يعني ما المقصود بالخطر الذي يمكن أن تحدثه محاكمة قانونية؟ أعتقد أن ما يعنيه هو أنه خطر غير مسبوق، فلا أحد عرف. طبعا كل ما حدث في الكونغرس كان غير ملائم، وكل هؤلاء ينبغي أن يلاحقوا. إذن لا أحد يجادل في ذلك، ولكن السؤال الآن هو هل على ما يبدو فقدنا الاتصال بالسيد هال لامبرت. بطبيعة الحال سنعود إليه حتى نناقش معه ما الذي قصده الرئيس ترامب اليوم من خلال مداخلته، من خلال حديثه إلى وسائل الإعلام. يقول خلاله أن المحاكمة القانونية تشكل خطر على الداخل الأمريكي، على الولايات المتحدة. هل تسمعني أستاذ هال الآن؟ لا، على ما يبدو سيد هال يسمعني. انقطع صوتك سيد هال، يمكنك المتابعة. كنت حدثنا عن الذي قصده الرئيس ترامب من حديثه عن هذه المحاكمة القانونية. هل تسمعينني؟ yes. طيب، بانتظار يعود معنا سيد هال لامبرت. سيد كيفن شافوس، هل باعتقادكم سينجح مجلس النواب الليلة من خلال هذا التصويت على إقناع نائب الرئيس مايك بنس بإجراء هذا التعديل؟ كلنا يعلم أنه مايك بنس قبل أيام قال أنه لن يتخذ هذا القرار، لن يجعل هذا التعديل سارياً إلا في حال الضرورة القصوى. هل تعتقد أنه مايك بنس سيتجه إلى ذلك، والرئيس ترامب يعني لم يتحدث كثيرا خلال الأيام الماضية؟ نائب الرئيس بنس لا أعتقد بأنه سيفعل ذلك لتطبيق التعديل 25، لأن هناك فقط أسبوعا قد بقي في رئاسة دونالد ترامب، وهو سيترك الأمور تسير إلى نهايتها. أعتقد أنه سنرى
إذا استمرت الأمور في التطور وكانت هناك مثلا مظاهرات مثلا في نهاية الأسبوع، إذا كان هناك ربما قبل يومين من تاريخ 20، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب سيعزل، فمجلس النواب سيعزله، والسيناتور ماكونيل قال بأنه ينبغي أن تنتقل الأمور بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، ولكن مجلس الشيوخ لن يبدأ المحاكمة إلا في 19 من يناير، أي قبل يوم من نهاية فترة ترامب. أعتقد بأن الرئيس ترامب سيبقى حتى تنتهي مدته، ولكن عليه أن يذهب، وكان ينبغي أن يذهب. نائب الرئيس عليه أن يستعمل حقه الدستوري، لأن هذا خطر على الأمن القومي. لم نرى أي شيء في السابق حدث في تاريخنا مثل 6 يناير، وأنا كما قلت حدث هذا في 1812 بعد غزو القوات البريطانية. لم نرى هذا في السابق في تاريخنا، لأنه شجعهم على المجيء إلى هناك، وكان هذا أسوأ هجوم، وذلك بإحاطتهم بالكونغرس وحتى البيت الأبيض، وحتى تحدثوا عن قتل بعض المشرعين الديمقراطيين وتوجيه تهديدات جسدية. إذن كما قلت الأمر خطير جدا، والرئيس غير ملائم لأن يحكم وينبغي أن يخرج، وآمل بأن يقوم بذلك نائب الرئيس. سيد كيفن يقول أن الرئيس غير مؤهل للحكم وينبغي عزله، هل تعتقدون أن نائب الرئيس مايك بنس سيتجه لتفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يقضي بعزل الرئيس ترامب؟ لا لن يفعل ذلك، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك بكل تأكيد. التعديل 25 هو لحينما يكون الرئيس غير قادر على التواصل ويكون يعاني من إعاقة، إنه لن يفعل ذلك. ولكن للرد على السؤال الأول الذي انقطعت عنه، الرئيس ترامب قال بأن هذا سيكون خطيرا، إنه كان يشير إلى كما قلت خطر غير مسبوق، فعزله. الرئيس لم يقل لأي أحد بأن يذهب إلى داخل الكابيتول ويقوم بالعنف هناك، وهو دعا إلى السلم ودائما، وأيضا الناس كانوا يذهبون إلى الكابيتول لتظاهر على مدى عقود. إذن هذا ليس شيئا جديدا، ولكن ما يعلمه الناس هو أن الدخول إلى الكابيتول وما حدث في 6 يناير لم ينبغي أن يحدث ذلك، والناس دخلوا إلى هناك وكسروا، وينبغي إيقافهم، وكلهم قد أوقفوا، وإذا تمت إدانتهم سيدخلون السجن. وأعتقد بأن الجميع يوافق على هذا. ما يحدث الآن هو أن العزل الذي هو مسيس، فهو لن يخرج من المكتب كما قلت، لأن محاكمة العزل لن تبدأ إلا بعد أن يخرج. وطبعا الآن هناك أسئلة دستورية، ما إذا كان ينبغي الاستمرار في المحاكمة، لأن الدستور لا يتحدث عن عزل شخص غير موجود في مكتبه، إذن وليس هناك أصوات كافية لعزله. إذن الأمور الآن طبعا هي دعوة لقاعدة الديمقراطيين، ولو لم يفعلوا ذلك على مدى 4 سنوات لربما كانت تكون لديهم بعض المصداقية. لقد كانوا يتحدثون عن طرده من المكتب منذ دخوله إلى البيت الأبيض، وعزلوه مرة في السابق. إذن الجميع يعرف بأن هذا مسيس، ولهذا فإن الاحتمال بعيد بأن يحظوا بدعم الجمهوريين، ربما 1 أو 2، ولكن لن يكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ لأن هذا غير دستوري. لكن سيد هال، في الوقت اللي يعتبر فيه البعض وحضرتكم واحد منهم بأنه المسألة مسيسة، هناك تهمة رفعت ضد الرئيس ترامب، مسألة التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، ألا يحق محاسبة الرئيس الأمريكي على أحداث يوم الأربعاء الماضي، على أحداث الكونغرس، على حث جمهور البيت الأبيض خلال هذه الكلمة على الانتقال إلى مبنى الكابيتل؟ اليوم يؤكد من جديد أن المحاكمة، أن محاكمته ستغضب الناس. Well,
أنا متأكد بأن الناس سيكونون غاضبين، هؤلاء الذين ينصرون ترامب سيكونون غاضبين، ولكن هو دعاهم للتظاهر سلميا. أعتقد بأنه إذا قلنا بأنه حرض، أعتقد بأن هو قال لهم فقط اذهبوا إلى الكابيتول، والناس كانوا يذهبون على مدى عقود، كانوا يتظاهرون أمام الكابيتول. هذا حدث مرات عديدة، إذن هذا ليس أمرا غير عادي. ما كان ما لم يكن ينبغي أن يحدث هو الدخول والاقتحام، والرئيس لم يقل حرفيا ذلك. القول بأنه حرض على ذلك بقوله لهم اذهبوا إلى هناك وعبروا عن رأيهم، أعتقد بأن هذا غير صحيح، ولذلك فليس هناك أي دعم للعزل إلا من الجانب الديمقراطي. طبعا الحال سنكمل معكما حديثنا عن هذه التطورات، لكننا نتوقف مع بعض الصور التي وردت قبل قليل لوصول الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية تكساس. إذن هذه هي الصور عندما خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطائرة التي نقلته إلى تكساس اليوم. الرئيس الأمريكي قبل انتقاله إلى ولاية تكساس كان له كلمة أمام كاميرات التلفزيونات الأمريكية، يقول خلالها أنه محاكمته من قبل مجلس النواب يعني محاكمة سخيفة للغاية. يشير أيضا في هذه الكلمة بأنه هذه التطورات والقرارات التي يخرج بها الديمقراطيون تثير غضب الناس. نشاهد أيضا الأمريكيون الذين تجمعوا في هذه الولاية الحمراء، ولاية تكساس، لاستقبال الرئيس دونالد ترامب. في هذا النهار اللي موجود في دونالد ترامب في ولاية تكساس، مجلس النواب سيجتمع ليسمح أو يصوت على قرار يسمح لنائب الرئيس مايك بنس بتفعيل المادة 25 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس. في هذه الأثناء يحيي دونالد ترامب. هذه صور قبل قليل وصلتنا بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية تكساس. نعود إلى ضيفينا في هذا الحوار، وأعود إليك أستاذ كيفن شافوس. الرئيس يؤكد اليوم قبل انتقاله إلى ولاية تكساس أنه لا يريد العنف، يعني يقول أن القرارات ستغضب الناس، لكن يعترف بشكل صريح أنه لا يريد العنف ولا يريد تكرار الأحداث اللي رأيناها وتابعناها يوم الأربعاء الماضي. هل يمكن محاسبة الرئيس؟ هل يمكن تثبيت هذه التهمة التي يعني التهمة اللي تحدث عنها مجلس النواب، مسألة التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، أم أنه الغاية أبعد من ذلك بكثير؟ استمعت قبل قليل للسيد هال يقول أنه يتم تسييس المسألة والقصة أبعد من ذلك بكثير، وأنها تستهدف مستقبل الرئيس ترامب السياسي. بكل احترام لزميلي، فأنا لا أعرف ما إذا سمع خطاب الرئيس ترامب قبل الاقتحام حين قال لهم عليهم أن يقاتلوا، واستعمل كلمة القتال حوالي 20 مرة، وابنه أيضا تحدث على أن القوة ستكون هناك. إذن كان هناك تشجيع لهم للذهاب بغضب إلى الكابيتول وللقتال. إذن أعتقد بأن هذا يشير بأنه كان يشجعهم على القيام بشيء عنيف. إنه ليس كمظاهرات أخرى في العاصمة واشنطن حيث المظاهرات سلمية. الناس لا يكسرون نوافذ الكابيتول، إذن لم يكونوا محضرين حتى لمثل هذه الأفعال. أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن ينظف الأمور بالقول إنني لا أحب العنف، لأنه أسوأ شيء قام به الأسبوع الماضي في مكتبه، وسيخرج بعد أسبوع بكل تأكيد ولن يحظى بالحماية الرئاسية. إنه يحاول أن ينظف الأمور من بعده. لقد فعل أشياء عديدة، هناك تحقيقات تطاله بشأن تجارته والضرائب والتأكيد
التأمينات والتزوير في التأمينات. وآخر شيء حدث هو الكونغرس، وبعد أسبوع لن يحظى بالحماية من مكتبه وتكون لديه الحصانة. إذن القول بأنه لا يحب العنف، كما قلت في خطابه قال لهم اذهبوا وقاتلوا واسترجعوا بلدكم. وعشرين مرة. لكن سيد كيفن، اليوم من يتابع هذه الأحداث ومن يقول إن نائب الرئيس مايك بنس ليتخذ هذا القرار يتساءل ما غاية الديمقراطيين من نقل هذه المحاكمة إلى ما بعد انتهاء ولاية ترامب؟ نعم. هذا مثير للاهتمام، هذا لم يحدث. أنا لا أعرف ما هي ديناميكيات هذه المحاكمة إذا حدثت، فبعد أن يخرج من المكتب، لأن بعد عزله يذهبون إلى مجلس الشيوخ، هذا يتطلب أياما ويستغرق أياما. أعتقد بأنه سيخرج من المكتب ثم لن يقف أي شيء، ربما الكونغرس في 6 يناير وما حدث معها مع اقتحام الكونغرس، فأعتقد بأنه حاول عرقلة التصديق على الانتخاب، حاول عرقلة المسار الديمقراطي حتى يطيل الأمور ليبقى إلى ما بعد 20 يناير. إذن من المهم أن يستمر هذا المسار، وطبعا مثلا حتى لا يكون هناك، إذا كان هناك تمرد عسكري أو حرب أخرى، وربما كان هناك تخطيط لهذه المظاهرات وحتى في نهاية هذا الأسبوع. لكن الأمر الجيد هو أن لدينا خبرة 6 يناير، وهناك قوات الأمن التي ستكون حاضرة هناك. فمثلا نحن لا نعرف من يقود أيضا وكالة الأمن القومي الآن، لأن مديرها قد استقال. هناك الكثير من الفراغات، وأنا آمل أن يحدث الأفضل، وآمل بأن مايك بنس سيفعل الشيء الصواب ويطبق التعديل 25، وحتى يصبح هو الرئيس لغاية 20 يناير. وهو طبعا يحتاج ربما إلى بعض إمضاءات من بعض الوزراء في حكومة الأمريكية حتى لا يكون هناك أي لطخة على ديمقراطيتنا، ولكن الحمد لله، نحمد الله لأنه سيذهب بعد أسبوع. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ستتخذ كل القرارات اللازمة داخل مجلس النواب في حال لم يمرر مايك بنس هذا التعديل. سيد هال لامبرت، هل يخشى الجمهوريون على مستقبل الرئيس دونالد ترامب، على مستقبله السياسي، على محاكمته ما بعد انتهاء ولايته؟ يقال إن الجمهوريين منقسمين الآن. أعتقد أن هذا جزء كبير في لماذا هم يحاولون عزله، لأنهم يريدون قسم الجمهوريين أو تقسيم الجمهوريين. فمثلا يريدون أن يقولوا لهم من مع ترامب ومن ضد ترامب. الأمر مسيس كما قلت. الرئيس ترامب هو أول رئيس، وأعتقد على مدى 40 عاما لم يدخلنا في أي حرب. إذن هذه الأمور بشأن نانسي بيلوسي، وتقول بأنها تخاف من امتلاكه للأزرار النووية. حسنا، هذه مسرحية سياسية، وهي فقط لحشد القاعدة الديمقراطية. إذا لم تكن لديهم الأصوات، والتي طبعا تبدو متقارب، فأنا أتوقع بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيأتي ويقول حسنا، لن نعزل الرئيس ترامب وعلينا أن نتحد ونتقدم إلى الأمام. وهذا سيحدث إذا لم تكن لديهم الأصوات. هذا فقط في هذا السيناريو. ربما إذا كان لديهم الأصوات سيتقدمون، وربما الأمر سينتهي في مجلس الشيوخ. وتشاك شومر أظن بأنه الآن فقط كما يقال يضيع الوقت، لأنه ليس هناك ما يكفي من الأصوات، وهم يريدون طبعا أن يجعلوا بعض الوزراء ليوقعوا. فلديهم فقط أسبوع واحد، ولا نعتقد بأنهم سينجحون، وطبعا الأمر كله ليس له مغزى ولن يمر. سيد كيفن،
الديمقراطيون حصلوا على كل شيء، فازوا بالرئاسة وأيضا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالتالي البعض يقول من فاز بكل شيء ما الذي يسعى إليه أو ما الذي يريده من هذه القرارات التي تتخذ في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس ترامب؟ ليس لدينا المحكمة العليا والتي هي مهمة جدا وهي فرع مهم جدا، هناك أغلبية جمهورية هناك، ولكن أعتقد في الأيام الأخيرة نود فقط أن نضمن بأن قواعد الحكومة لن تفسد، وأنا أعتقد طبعا السيد لامبرت محق في قوله بأن جو بايدن أظن بأنه سيقول حسنا هناك أشياء أخرى نود أن نركز عليها، والرئيس ترامب قد ذهب الآن، ربما ليس هناك حاجة لتضيع الوقت في المحاكمة في مجلس الشيوخ وغيره. أعتقد أن الآن القلق هو بأن نضمن بأن الكونغرس سيكون مؤمنا وبأن التنصيب سيمضي قدما من دون أي هجمات إرهابية أو أي شيء من هذا القبيل. أعتقد أن هذا ما يركز عليه الديمقراطيون، وأعتقد بأننا سنرى دفعا كبيرا من جو بايدن والنائبة كامالا هاريس منذ اليوم الأول لأن طبعا يمحو بعض القرارات التي اتخذها الرئيس ترامب خلال الأربع سنوات الماضية، وخاصة القرارات التنفيذية التي كان يوقعها والتي لا ينبغي تمريرها عبر الكونغرس. سيد، هل البعض متخوف مما يمكن أن تتركه هذه الأحداث على الداخل الأمريكي؟ البعض متخوف على الديمقراطية في الولايات المتحدة، هل اليوم متخوفون على مستقبل البلاد؟ لا، لا، ديمقراطيتنا قوية ولم تصب وستكون جيدة بالتقدم إلى الأمام، ومن نفس النقطة الانتخابات ستأتي وستذهب والناس تغضب وتحبط، ولكن لا شيء ولا مشكلة ستحدث. سيكون هناك أيضا انتخابات بعد عامين، وسنرى إذا كان الجمهوريون سيستردون مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. أنا لا أرى أي مشكلة من الجانب أو جانب الديمقراطية الأمريكية. الأمور كما قلت هناك مد وجزر والعواطف الآن جياشة، ولكن ما الناس ينبغي أن يحذروا منه هو طبعا أعتقد الإسكات أو حملة الإسكات التي تحدث الآن، وإذا حاولوا إسكات الأصوات وتكميم الأفواه فأعتقد أنه ستكون هناك مشكلة أكثر. هنا أرى القضية الخطيرة وأين سيكون النزاع. شكرا جزيلا على المشاركة معنا من تكساس الخبير الاستراتيجي الجمهوري هال لامبرت، ومن واشنطن الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كيفن شافوس. شكرا لكما على المشاركة الليلة معنا.